صباح الخير، كيف الحال؟ طيبين؟ راح نشوف الجنريتر بعد ما صلحناه. أمس صلحته، شوف كيف يشتغل الحين مرة ثانية. أمس شغلته تقريبا 3 ساعات والأمور طيبة، كل شيء زين مع اللود. الحين بحاول بشغله وأشوف بعد ما صلحته كيف. يعني أعطيته مدة 12 ساعة أو أكثر من 12 ساعة. برجع لكم مرة ثانية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعطي أول شيء بترول. طبعا ما ضروري تعطي بترول إذا موقفنا أقل من أسبوع، إذا أكثر من أسبوع لازم تعطي بترول. الحمد لله اشتغل، الحمد لله اشتغل. شوف أعطي بعد لود بعد 5 دقائق وبشوف إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقريبا كلنا نستخدم الجرنيتر في الموتر هوم أو في القلص، يا ريد نشغل مكيف أو الميكروويف، أو إذا كان ما في غاز في السلندر أريد نشغل فيه الثلاجة. طبعا على 3 محاور تقريبا. انا الثلاجة عندي 12 فولت وحجم كبير، فما احتاج الجنريتر. بالطاقة الشمسية والبطارية تكفي تشغل لحد 3 ايام. بس المعظم انا تقريبا حوالي نقول احنا 90% من عندنا في الخليج نستخدم الجنريتر او المولد للمكيف تقريبا. القليل منه يعني يشغل للميكرويف، الميكرويف استخدامه قليل، مخليه فيه الخبز والاشياء. لكن او ان حد الحين نشغل فيه حتى الميكرويف بخصوص الغلاية الهوائية او الضغاطة الكهربائية فقط لا غير، تقريبا هذا حصرا. والمشكلة في الجرنيتر الأونن إن بعض الأحيان يخون، يعني في نص الطريق وأنت رايح بالذات في وقت الشتاء أو في الصيف فجأة يطفي بدون سابق إنذار، وهذا صار معي. أنا في قبل رحلة صلالة قلت أنا بشيك على الأويل الأونن، ما راح أغيره ما دام عندي 1000 كيلو راح أضرب أو 1000 وشي وأقل 7 أيام إلى 10 أيام بغير آيل الأونن وأغير الآيل الهوندي اللي موجود عندي في الخلف. طبعا لما غيرت الشروط تغيير الأويل لازم تشغل لمدة 5 دقائق عشان أعتقد يكون لزوجة، يعني أعتقد لها أسباب إن الآيل يطلع بسرعة. المهم أنا شغلت 5 دقائق وغيرت الآيل وشغلته تقريبا لمدة نص ساعة، طبعا بدون لود بدون حمل. وبعدين خليته خلاص، يعني هذا قبل رحلة برحلة صلى بالليل، يعني تقريبا قبل 12 ساعة من الرحلة وقول احنا يوم كامل قبل الرحلة. بعدين بغينا المساء يعني بالليل حوالي الساعة 9 اريد نشغل السيارة، يعني نشغل الجرنيتر عشان الاولاد يركبوا الاغراض، شغل المكيف. ما رضى الجرنيتر، يعني يشتغل دقيقة ويطفي، يشتغل دقيقة يطفي. علين قلت يمكن الآيل اللي رسويته زايد. بالفعل يوم الثاني نظفت الفلتر الهواء وقللت من نسبة الأويل واشتغل عندي في الظهر تقريبا الساعة 11:30. شغلت المكيف قلت الساعة 1 أو 2 طالعين لصلالة إن شاء الله الظهر. طبعا بعد ساعة على الساعة 12:30 طفى الجرنيتر. أنا قلت يمكن بسبب الحرارة، الحرارة يعني حرارتنا عندنا هنا في الخليج مرتفعة كثير، فقلت بسبب الحرارة وشي، فقلت أخليها شغلة في الصلاة لما أوصل صلاة. طبعا شغلت الهوندا من طلعت من البيت لي وصلت تمريد كان الجو بارد، شغلت الجنريتر ما رضى يشتغل. فقلت هذه نفس المشكلة الأولية، لأن هذا عندي ثاني جنريتر. الجنريتر الأول يوم كنت رحت في دبي نفس المشكلة حصلت، وصلت دبي طفى عني وما اشتغل. طبعا حاولت فيه خسرت فيه الفلوس، يعني قيمة الخسارة يمكن تشتري مستعمل أفضل لك. فالمهم أنا بعد ما استخرت الله سبحانه وتعالى والحمد لله اشتريت هذا الجرنيتر مستعمل، طبعا مستعمل 10 ساعات تقريبا.
وركبته واشتغل عندي تقريبا لمدة من 2018 لحد اليوم قبل رحلة صلالة. بس كان يطفي مرات في الشارع اللي عرفته بسبب حركة الزيت، أو يضرب فجأة بريك يطفي. بس هذا شيء منطقي، يعني هذا من المشاكل اللي تظهر في الأونن عادة. بس المرة هذه رحت صلالة، الحمد لله أني أخذت معاي الهوندا، ولا كنت أتورط في الشارع. الجو في صلالة أوكي، بس بعض الأحيان بالليل تضطر تشغل ليش أن تغذي تشرج البطارية الاحتياطية، أو بعض الأحيان يكون في رطوبة على الأقل تشغل مكيف. وهذا المهم أنا استخدمت الهوندا، حاولت أن أستخدم هذا. رحت يعني أماكن تصليح الجنراترات، للأسف ما حد أعرف، كل واحد يجيب له سب. حتى الأولي يعني حوالي شليته جميع المختصين الأونانات، حتى الوكالة أونان شليته ما عرفوا وش المشكلة. فأنا اليوم بحاول أصلح أول شيء، بوريكم وش المشكلة هي أساسا. أول كانت يمسك يعني لمدة دقيقة يسكر، الحين ما يمسك. أول شيء نقرب فيه، أول نضغط الووتر الفيول بامب. أنا المصطلح الإنجليزي العربي ما أعرف الفيول بامب، فاذكرها بالانجليزي فيول بامب، ومضخه، اعتقد مضخه البترول او شيء كذي. فشغله يعني شغال عند المضخه شغاله، بس هل يوصل البترول او شيء انا ما اعرف. بس خلينا نجرب الحين ان شاء الله. بس يعمل كذي وما ذاك، فانا اعتقد من البترول. خلينا نحاول نفك هذا ونشوف هل البترول يخرج من الفيول بامب او مضخة البترول، ونشوف. اذا ما صارت مشكلة انا اعتقد مشكلة بيكون من الفيول فلتر يمكن. بس خلينا حنا هذا الحين وبالبطل ان شاء الله، وبرجع لكم مرة ثانية. بطلت البيب الفيول بامب، الحين بشوف هل يضخ الفيول بامب ولا لا. اعذروني، خلينا خلي في هذا الغرشة البترول اللي ينكب. هذا الحين ضغط، نشوف الحين هل البترول يجي. لا، البترول شغال، البترول شغال، الفيول بامب شغال، لكن اشوف التشغيلة ما هذيك الدرجة. خلينا نجيب شيء مطارة كبيرة أفضل، بدل ما نكب البترول على الأرض. برجع لكم إن شاء الله. من الفيول بامب بس أشوف تدفق كيف، هل تدفق طبيعي ولا لا. نشوف الحين، لا تدفق طبيعي 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 طبيعي. رشنا شوية، طبيعي تدفق يعني. بنشوف لما نشغل الجنريتر في تدفق ولا لا. في تدفق، في تدفق، يعني ما في مشكلة في الفيول بامب. خلينا نغير الفيول فلتر يمكن، بنشوف ان شاء الله. بعد اسبوع، بعد ما سويت صيانة وشيكت على الكاربيتر، ما رضى يشتغل عندي الجنريتر. فكان عندي ثلاث خيارات، يا اني استمر في الهوندا واسوي خزان اضافي واستمر عليه، يا اني اغير الاونن الى سنسي في ورشة ابو عاهد، يا اني اشوف مصلح. للاسف في عمان انا حاولت، اولا ما حصلت حد يصلح الاونن. بس قبل يومين كنت جالس مع احد من الشباب وقاس اخبر عن المشكله، فقلت له عندي مشكله في الاونن بغيره. فقال ليش تغيره؟ قلت له ما حصلت حد مصلح. قال تعال جيب، عندي عامل جابنه وما شاء الله يضبط. وبالفعل جبته الحين، فقال لي المشكله عندك في ولف هناك، بوريكم اياها بعد شويه. في ولف، ذاك ولف نسم ما يدخل هواء وشيء كذي، فهو اللي يخلي ما يشتغل الاونن. قلت له زين الله. قلت له الحل، قال الحل تخلي يومين معاي نبطله الحين، اخلي عندي في الورشه هنا وبعد يومين يكون جاهز ان شاء الله.
الحين بوريكم الولف هذا اللي خربان، هو اللي دخل الهواء الى الهيد اعتقد. هذا المسمار شوف يروح فوق الحين وخربان، هذا بيصلحه، هذا بيبطل هذا، واعتقد بيبطل الهده او شيء، انا ما اعرف كيف، لكن بيبطله وبيضبطه. شوف هو صح مرتخي، اعتقد ما الهواء لا ولا وش هذا من البترول، بترول مال البترول. ان شاء الله يتصلح ان شاء الله. الحين قاسي بطله طبعا، اذا ان شاء الله انا بحط رقمه بعدين، رقم صاحب الورشه اخ عماني وعزيز علينا، وان شاء الله اي مشكله في الاونه انت واصله معه. طبعا باخذ موافقته قبل ان شاء الله بعد ما ينجح، ما تنجح اذا اشتغل. هذا بطلنا الجنريتر الحين بيتصلح ان شاء الله، ونجيهم ان شاء الله بعد يومين ان شاء الله نركبه. عدنا لكم بعد تقريبا 5 ايام بعد ما اعطيناهم للتصليح الجنريتر، الحين رجعنا نركب الجنريتر. اتصل فينا الامس بالليل قال الجنريتر جاهز تعال ركبه، ان شاء الله نشوف ونعطيكم التقرير بالكامل ان شاء الله. الحين عملية تركيب الجرنيتر، طبعا تم التركيب الحين، بس باقي تمديد الوايرات والتجربة النهائية ان شاء الله. الحمد لله بعده الحمد لله اشتغل لحد الحين شغال، بس كان في تقطيع مال البترول هذا ولا ويش ما اعرف. الحمد لله تم التصليح، والحين المكيف واللود شغال عليه، الامور طيبه. اللي حاب يعرف وين المكان بخلي رقم التواصل، اللي حاب يجي من اخواننا من الخليجيين عمان عنده مشكله في الجرنيتر طبعا يتواصل مع الرجال هذا قبل ما يجي ياخذ موعد، لاني لازم الجرنيتر يكون يومين على الاقل يكون موجود عنده عشان يصلح. اذا كان العطل بسيط يصلح به، طبعا حتى تغيير اويل تغيير البلكات موجود عنده. طبعا وين؟ عند اخونا محمد الذهلي، اتصل في سعود العامري بحط رقمه يتواصل معاه، مرة المشاكل تنحل، لأن هذا يعتبر عندي ثاني جرنيتر نفس المشكلة. المرة هذا قد ما غيره خلاص، وسبحان الله صلح العامل هذا اللي صلحه، وحتى الحين الصوت ما في ازعاج كثير. اللي باغي يتواصل مع على سعود العامري، أنا بحط رقمه إن شاء الله عند الكربونات التخييم في السيب خوض السادسة. الحمد لله الحين الجرنيتر شغال لمدة نص ساعة تقريبا، شغلت المكيف الخلفي الانفرتر اشوف اموره طيبة، وبالامس كنت مشغل المكيف اللي فوقي هذا 3 ساعات الامور طيبة والحمد لله. حتى الصوت الاونن صوت الجرنيتر الحين خف، اول كان فيه ازعاج الحين الحمد لله، حتى ما ادري الحين سمعوا، اول كنت اسمع صوت عالي داخل حتى داخل الموتر هوم. الامور الحمد لله الحين طيبة ما في اي شيء، وبس اتمنى من الجميع متابعة قناتي والضغط على زر الجرس كي يوصلكم كل شيء جديد، واتمنى من الجميع اللي عنده اي مشكلة في الاونن يتواصل مع الاخ سعود العامري في كارفان للتخييم.